الميدان المرموم في هذا على تنافسي الفوز والناموس. مباشرة نبحر في عمق الميدان، نتقدم إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول. نسير مع المركز الأول اللي مسيطر على الجعدان ويقودهن على مقدمة الشوط. يسيطر الأسد على مقدمة الشوط، وخليفة بن سعيد بن عاضد المهيري يقود مساري هذا الشوط، بينما ياتي في المركز الثاني ملفت على ثاني المراكز، ومحمد بن حمد بن درويش المنصوري يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أشوف التدخل وأشوف الانطلاقات من ثالث المراكز. هذا مشهور، هذا مشهور خميس بن يمعة بن محمد الكاسبي يأتي في المركز الثالث، أما المركز الرابع فيتقدم ويصل أيضا مشكور، مشكور لحمد بن محمد راعي العوية العامري في المركز الرابع. الأربع المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. المركز الخامس يتدخل في هذه اللحظات على خامس المراكز ويندفع هناك ويأتينا بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. وصل وتقدم شاهين ناصر بن حميد بن سعيد الهاشمي المركز السابع، سابع المراكز. هذا هو راهي الحمود بن حميد بن عثعيث الراشدي يتقدم على المركز السابع، أما المركز الثامن ثامن المراكز يصل ويتقدم فيه وياتينا رمز لحمد بن فالح بن حمد النعيمي. المركز التاسع هذا شاهين لعلي بن محمد بن سعيد السودين الذي ينطلق في هذه اللحظات، بينما المركز العاشر عاشر المراكز وصل السردال يصل في هذه اللحظات وخميس بن فايل بن حمد الزرعي. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في شوط الجعدان في سابع أشواط صباحي هذا اليوم في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. عودي إلى المراكز الأولى، عودة مرة ثانية إلى المقدمة والمركز الأول. هذا هو الأسد، الأسد خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري يقود الجعدان ويتصدرهن بجدارة وبأداء جميل، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز مشكور لحمد بن محمد راعي العوية العامري ينطلق على المركز الثاني في هذه الانطلاقات والتنافسات الشيقة في سن المفاجآت سن اللقايا في هذا هي الاندفاع والانطلاق، بينما المركز الثالث بدأ التحرك من ثالث المراكز راهي لحمود بن حميد بن عثعيث الراشدي يتقدم على المركز الثالث في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا السلام، شوف الأسماء القادمة، شوف التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة. هنا يأتي عباب لمطر بن حمد راعي الشيجه العامري يتقدم كذلك في هذا الاندفاع على المركز الرابع. المركز الخامس وصله لخميس بن فايل بن حمد الزرعي الذي ينطلق على المركز الخامس. سادس المراكز وصل فيه المختبر لسلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، وتقدم من الجانب الآخر مشهور لخميس بن يمعة بن محمد الكاسبي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذا شاهين لعلي بن محمد بن سعيد السودين، بينما المركز العاشر هناك من الجانب الآخر يتقدم مشاهدينا متابعين الكرام وهذا هو يتقدم شاهين لناصر بن حميد بن سعيد الهاشمي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة للمرة الثانية دعناها إلى حضراتكم في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق. عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى المركز الأول في هذا الاندفاع، عوده إلى الانطلاق الأول. المركز الأول يسيطر ويقود الجعدان ويغير إلى مقدمة الشوط. عباب مطر بن حمد راعي الشيجة العامري يتصدر المجموعة ويقود مساري هذا الشوط بجداره مع انحناء الميدان مع لوحة الإعلان مع 1200 في هذا المسار. هناك راعي الشيجة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا السلام، المركز الثاني أشوف التحديات، أشوف الانطلاقات الجميلة تتوالى في هذا الاندفاع تتوالى في هذا الانطلاق على المراكز الأولى على الانطلاق الأول. الاثنين في صراع قوي وتحديات جميلة
المركز الثاني مشاهدين الأعزاء يتواجد فيه ويتقدم في هذه اللحظات. شوف التغيير من الجانب الآخر، شوف التحديات من الجانب الآخر. هذا هو ملفت، ملفت لحمد لمحمد بن حمد بن درويش المنصوري، حمدان بن حمد بن درويش المنصوري حاضرين. الله يا حمدان يا بن حمد يا بن درويش يا المنصوري على المركز الأول، على الانطلاق الأول. يا سلام يا سلام، مسيطر على المقدمة، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء، وياتي بهذا الاندفاع ثمين ثمين. محمد بن سعيد بن حطم العامري يتقدم على ثاني المراكز في هذا الانطلاق، ولكن خلاص المركز الأول ملفت ملفت ملفت. حمدان بن محمد بن حمد بالجاف لبن درويش المنصوري الذي ينطلق بالمركز الأول يعلن الفوز في هذه التحديات. سلام يا أهالي المرموم، من المرموم إلى المرموم، من الميدان إلى المرموم في هذه الانطلاقات. يا سلام، تهانينا والناموس حمدان بن محمد بن حمد بن درويش المنصوري على هذا الفوز، وفوز ملفت بالمركز الأول في هذا الانطلاق. المركز الثاني مشكور لحمد راعي العوية، يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، واتانا راهي لحمود بن حميد بن عز حيث الراشدي. أما المركز الرابع، المركز الرابع وصلنا وتقدم ثمين لمحمد بن سعيد بن حطم العامري، والخامس عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحدياته. هذا هو على شاشة التلفزيون ملفت حمدان بن محمد بن درويش المنصوري يعلن السلامات لأهالي المرموم ويفوز في هذا الشوط بجدارة في 7 دقائق و39 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز لبن درويش و هذا التألق الجميل، بينما وصل في المركز الثاني في 7 دقائق و42 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لراعي العوية كذلك على هذا الفوز وهذا الناموس بالمركز الثاني اللي هو مشكور لحمد بن محمد راعي العوية، يأتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث فوصل في المركز الثالث، بنشوف 7 دقائق توقيت 42 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكه اللي هو حمود بن حميد بن عثعيث الراشدي راهي اللي وصل في المركز الثالث. تهانينا للجميع.